زياد. بابا انا صرت كبير، صار عمري 24 سنه. ما بيصير يا ابني، هل بتاخذ رايي بهيك شغلات؟ عم تروح من عندك، من بالك، من تفكيرك لحالك، عم تنفذ هذا الشيء؟ لا ما بيصير، وانا مالي راضي انا هذا الشيء. ما بيصير يا ابني، بعدك صغير انت. بابا انا بدي اتزوج، يعني هي بتفيدك، بتفيدك كمان، رح بتفيدك. وانا اذا رحت على الشغل يا بابا، اذا رحت على الشغل ما فيني انا اضل جنبك، انه مو على الشغل انت عم تطلع حالك. لا هي يا اللي زوجتها، بصير ايش تعمل يا بابا؟ بصير ايش بدك تجيب لك؟ تلبي حاجاتك، طلباتك، بتسوي لك اكل، بتجيب لك دواء، بتشربك دواء، بصير كل شيء بدك اياه بتعمله، وانا برجع بكمل معروفي معك يا بابا. بابا شو بدك؟ ماشي يا ابني، طالما انت هيك مقرر ماشي. الله يخلينا اياك يا بابا، الله يخلينا اياك يديمك وراسنا، لك الله يخلينا اياك، لك الله يخلينا اياك يديمك وراسنا يا احلى بابا. تمام، انا بدي اروح واخبر لمرتي، حبيبتي المستقبليه، مرتي المستقبليه. تمام يا بابا، يا رب. شو رأيك بابا؟
رايك بابا؟ بابا ما خبر، شو رايك؟ هذا هو رايي، هذا هو رايي بابا. انت لازم تموت يا ابني بابا. هذا هو رايي، انت اللي بدك تتزوج، وانت اللي منعتني اني اتزوج، وجاي هلا انت بدك تتزوج بابا؟ لا يا ابني بابا، لا ابنك بابا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بابا محال ادين حرام، بابا حرام محال ادين. شو صابك؟ بابا انا ابنك، ما بتردني الخير؟ كمال بطير. سامحني يا ابني، سامحني، الله يلعن الشيطان. يسامحك يا بابا. تفكير شيطانك الله يكفيك. سامحني. ومين اللي بدك يا ابني؟ لا يا بابا انت بتضلك ابي، انا بسامحك. الله يخلي لي اياك يا ابني، ما يحرمني منك، الله يخلي لي.